الصلاة قد حضرت يا سيدي، لا تقطع علي مسألتي، فقد رق قلبي. نصلي ونعود. خذها وامضي إلى الري من دون إبطاء، ولا تسلمها إلا إلى مولاي الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام. تمضي فجرا بحفظ الله ورعايته. سمعا وطاعة يا سيدي. في أمان الله، في أمان الله. كان حديثا مليئا بالعبر لا تقطعه إلا الصلاة المفروضة من الله سبحانه وتعالى. أكمل أسئلتك يا عمران لسيدي أبي الحسن. والله والله ما شهدت مجلسا فاض فيه العلم كهذا. يا سيدي، ألا تخبرني عن حدود خلقه؟ كيف هي؟ وما معانيها؟ وعلى كم نوع تتكون؟ إن حدود خلقه على ستة أنواع: ملموس وموزون ومنظور إليه، وما لا وزن له وهو الروح، ومنها منظور إليه وليس له وزن ولا حس ولا لون ولا ذوق، والتقدير والأعراض والصور والعرض والطول، ومنها العمل والحركات التي تصنع الأشياء وتعلمها وتغيرها من حال إلى حال وتزيدها وتنقصها. وأما الأعمال والحركات فإنها تنطلق لأنها لا وقت لها أكثر من قدر يحتاج إليه، فإذا فرغ من الشيء انطلق بالحركة وبقي الأثر ويجري مجرى الكلام الذي يذهب ويبقى أثره. يا سيدي، ألا تخبرني عن الخالق إذا كان واحداً لا شيء غيره ولا شيء معه؟ أليس قد تغير بخلقه الخلق؟ لم يتغير عز وجل بخلق الخلق، ولكن الخلق يتغير بتغييره. فبأي شيء عرفناه؟ بغيره. فأي شيء غيره؟ مشيئته واسمه وصفته وما أشبه ذلك، وكل ذلك محدث مخلوق مدبر. يا سيدي، فأي شيء هو؟ هو نور، بمعنى أنه هاد لخلقه من أهل السماء وأهل الأرض، وليس لك علي أكثر من توحيدي إياه. إن الله المبدئ الواحد الكائن الأول لم يزل واحدا لا شيء معه، فرداً لا ثانٍ معه، لا معلوماً ولا مجهولاً، ولا محكماً ولا متشابهاً، ولا مذكوراً ولا منسياً، ولا شيء يقع عليه اسم شيء من الأشياء، ولا من وقت كان إلى وقت يكون، ولا بشيء قام ولا إلى شيء يقوم، ولا إلى شيء استند ولا في شيء استكن، وذلك كله قبل الخلق إذ لا شيء غيره. وما أوقعت عليه من الكل فهي صفات محدثة وترجمة يفهم بها من فهم. جعلت فداك يا مولاي، أنت والله تعلو وهم ينخفضون. عليك وعلى آبائك السلام، أنتم مفاتيح خزائن العلم. واعلم يا عمران، إن الإبداع والمشيئة والإرادة معناها واحد وأسماؤها ثلاثة، وكان أول إبداعه ومشيئته الحروف. فالخلق الأول من الله عز وجل الإبداع، لا وزن له ولا حركة ولا سمع ولا لون ولا حس. والخلق الثاني الحروف، لا وزن لها ولا لون، وهي مسموعة موصوفة غير منظور إليها. والخلق الثالث ما كان من الأنواع محسوسا ملموسا ذا ذوق منظورا إليه. والله تبارك وتعالى سابق للإبداع،
لأنه ليس قبله عز وجل شيء ولا كان معه شيء، والإبداع سابق للحروف، والحروف لا تدل على غير نفسها. وكيف لا تدل على غير أنفسها يا أبا الحسن؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يجمع منها شيئا لغير معنى أبدا. بقيت لي مسألة واحدة. سل يا عمران. أخبرني عن الحكيم، في أي شيء هو؟ وهل يحيط به شيء؟ وهل يتحول من شيء إلى شيء؟ أو به حاجة إلى شيء؟ الله عز وجل لم يخلق شيئاً لحاجته، ولم يزل ثابتاً لا في شيء ولا على شيء، إلا أن الخلق يمسك بعضه بعضاً ويدخل بعضه في بعض ويخرج منه. والله عز وجل تقدس بقدرته يمسك ذلك كله، وليس يدخل في شيء ولا يخرج منه، ولا يؤده حفظه، ولا يعجز عن إمساكه، ولا يعرف أحد من الخلق كيف ذلك إلا الله عز وجل، ومن أطلعه عليه من رسله وأهل سره والمستحفظين لأمره وخزانه والقائمين بشريعته. وإنما أمره كلمح البصر، أو هو أقرب إذا شاء شيئا، فإنما يقول له كن فيكون بمشيئته وإرادته، وليس شيء من خلقه أقرب إليه من شيء، ولا شيء أبعد من شيء. أفهمت يا عمران؟ نعم والله يا سيدي، وأشهد أن الله على ما وصفته وحدته، وأن محمداً عبده المبعوث بالهدى ودين الحق. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. هل لأحد من أصحاب المقامات أو الديانات مسألة يرغب بالمناظرة بها؟ يا أمير المؤمنين، ما عرفنا أحداً قطع عمران الصادق عن حجته إلا ابن عمك هذا العالم النحرير، الذي لا يجارى حتى تركنا حائرين، وليس بعد شهادة عمران من شهادة لنا. إذن رفعت الأقلام وجفت الصحف، فليحفظكم الله. قل شيئاً يا ابن أكتم. علي الأمان يا مولاي. عليك الأمان. أرى أنك تعجلت بولاية عهدك له، ولا أظن في زماننا من يشبهه جرأة وعلما وتقا ورؤية ما لا يراه غيره. فانظر لنفسك يا مولاي، انظر لنفسك يا أمير المؤمنين. مولاي أمير المؤمنين قد أرسل إليك رسالة وقال لا يطلع عليها أحد سواك، اقرأها واعمل بها، ثم احرقها مباشرة بعد قراءتها. السمع والطاعة لأمر أمير المؤمنين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قد رأيت ما كان من علي بن موسى في كل ما بلوناه فيه، فإذا هو يخرج منه كالشعرة من العجين، لا بل كالسيف المرهف من الغند، لا يقف له شيء أو أحد. وقد افتتن الناس به
وبهرتهم معجزاته ومكرماته، وفي أقل من سنتين صارت خراسان شيعة له. فاحجبه وامنعه من إلقاء الدروس بحجة تراها، وإن استطعت أن تجد لي مخرجا من أمره تكون لك واحدة عندي لا أنساها أبدا. لا أدري ممن أخاف، منك أم من علي بن موسى؟ سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. وصلت هذه الرسالة من الريان بن صلت. واعلم يا مولاي إن العجب العجاب ما يحصل في بغداد، فقد بايع بنو العباس إبراهيم بن المهدي، والحرب قائمة بين جنده وجند الحسن بن سهل الذي عزله ابن المهدي عن العراق وأخرجه من بغداد إلى عراق العجم، وليس له من الأمر شيء. والناس يقولون إن أمر العراق انتفض على يديه، فهو الذي أوقع بهرثمة بن أعين، ودبر مع أخيه إبعاد طاهر بن الحسين إلى الجزيرة خارجا عن جنده، ولو بقي فيها لما انفتق ما رتق منها. وأهل العراق منقسمون، وشطرهم يرفض بيعة المأمون ولبس السواد. وأعلمك يا مولاي، جعلت فداك، أن العباسيين يقولون إن مبايعتك بولاية العهد تمت بتدبير الفضل بن سهل، وإن المأمون إما مسحور أو مرغم أو مجنون، وهم يرفضون خلع السواد ولبس الخضرة ويأبون مبايعة المأمون، ودار السلام قائمة قاعدة، يوما يحكمها الهرش مقدم العيارين، وآخر يحكمها سلامة بن سهل الذي لقب نفسه سلطانا يزعم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودعا الناس إلى بيعته. وثالثا لخالد الدريوش الذي لا يخرج عن السلطان ظاهرا، وهو سلطان الأنبار حقيقة. واعلم جعلت فداك أن بغداد تغلي كمرجل، والسلام عليك وعلى آبائك أجمعين، خادمك الوفي الريان بن الصلت. مولاي، مولاي، إنه يشبهني، أليس كذلك؟ نعم، هكذا قال. من؟ قلت لك إن علي بن موسى قال لي ذلك. ما عهدتك هكذا يا أمير المؤمنين. وما رابك مني يا زاهرية؟ غضبك في غير أوانه ومن دون سبب، وأنت الحكيم. ألا تخرجين وتتركيني لوحدي؟ ثمة أمر يقلقك؟ لقد كنت تتقلب في ليلك كأنك تنام على شوك. أعوذ بالله من شر هذا اليوم. خرجي، خرجي من هنا. يا هروي، أما رأيت أمر مولانا أبي الحسن مع أصحاب المقالات والديانات؟ بلى، لقد ألزمهم مولاي الحجة، فمنهم من سكت مفحما لا يحير جوابا، ومنهم من لزمته الحجة فانصاع للحق كعمران بن الصابئ. لا والله، ما ظننت علي بن أخي موسى خاض في شيء من ذلك قط، ولا عرفناه به أنه كان يتكلم بالمدينة أو يجتمع إليه أصحاب الكلام. قد كان الحجاج يأتونه ليسألونه عن أشياء من حلالهم وحرامهم فيجيبهم، وكل منهم يأتيه لحاجة. يا أبا الصلت،
إني أخاف عليه أن يحسده المأمون فيسمه أو يصنع له بلية، فأشر عليه بالإمساك عن هذه الأشياء. إذا لا يقبل مني، وما أراد المأمون إلا امتحانه ليعلم إن كان لديه شيء من علوم آبائه عليهم السلام. قل لمولانا إن عمك قد كره هذا الباب وأحب أن تمسك عن هذه الأشياء لخصال شتى. إلى أين يرحمك الله؟ إلى منزلي، فإنني أشعر بتوعك منذ أيام. عافاك الله. والله إن علي بن موسى يقرأك ككتاب مفتوح. لوددت والله لو يبقى وزيرا ومشيرا ومدبرا، ولكن ماذا أفعل به؟ لا يغوى ولا يفتن ولا يؤخذ من قريب ولا من بعيد. أما الآن وقد صلحت البلاد لي، فلم يبق إلا مجابهة الأمر وجها لوجه ومهما كان الثمن. أنا والله أريد الملك كله وعلى طريقتي. أنا لست إمعة ولا أقلد أحدا، وأنا أدرى الناس بأنه لا خلافة إلا في بغداد، فإلى بغداد. فسلمه إلى ابن الربيع وأراد منه شيئا، لعله طلب منه أن يضع له سما أو أن يشهد عليه زورا فأبى، فأمره بأن يسلمه إلى الفضل بن يحيى البرمكي أمير المشرق في زمن الرشيد، وأراد منه مثل ما أراد من ابن الربيع حاجبه فأبى. ثم نما إليه أن الإمام يعيش عند ابن يحيى في سعة ودعة ورفاهية في الرقة، وما أن تحقق من الأمر حتى طلب من صاحب سجونه السندي بن شاهك أن يضرب الفضل 100 صوت، وأمر الناس بلعنه فلعنوه. ويحه، أما كان الإمام سجينا عند ابن يحيى فماذا يريد أكثر من ذلك؟ أراد منه أن يضيق عليه فيعجل بموته. ما أظن بشر يفعل ذلك إلا هؤلاء، فقد تجاوزوا بحقنا كل حدود البشر والذئاب. ثم ماذا جرى لمولاي الإمام موسى عليه السلام؟ لما أمر الرشيد بضرب الفضل بن يحيى مضى والده وزير الرشيد إليه في قصر الخلافة في الرقة، وقال له: يا مولاي، أعد للفضل مكانته عندك وأنا أكفيك أمر موسى بن جعفر. ثم مضى إلى سجن السندي وأمره بأن يلف أبي ببساط، وأظهره للناس زاعماً بأنه مات حتف أنفه. يا ولدا، أي دنيا هذه نقدم عليها؟ يا لهول ما فعلوا بجدك يا حبيبي، يا لهول ما فعلوا. يا شيخ علي، لا تؤاخذني إن أسقلت عليك، إنما قد تجد في نفسك من سؤالي. لا بأس عليك يا ابن أخي، سل ما بدلك. تقولون فعل بنو أمية وفعلوا، وهذا صدق، وفعل بنو العباس وفعلوا، وأنتم صادقون فيما تقولون، ثم تلومون المسلمين في تقاعسهم عنكم وأنتم على حق.
فما تقولون وقد تآمر عليكم أخوتكم وأبناء أخوتكم؟ اعذرني يا أبا جعفر، إنه سؤال ملح ولا بد أن أسأله. لا بأس عليك، السؤال حق للسائل، والمسؤول إن أدرك الجواب أجاب، والحق هو الحق. ولشد ما يؤلمنا أن يخرج من أهلنا من يسعى بنا، لأن ذلك يهون على سلاطين الجور الاستهانة بدمائنا. ولسان طاهر يقول: هذا ابن أخيهم يشهد عليهم، فما الذي بقي علي؟ صدقت يا أبا جعفر. نشدتك الله، فهل تجد أصعب على رجل عارف عالم تقي نصف الأمة تقول بإمامته وآل بيته ومواليه وشيعته، يمتحن بابن أخيه فلا يتزعزع ولا يزيد أن يقول: يا ابن أخي اتق الله في دمي، ثم يعطيه نفقته ونفقة عياله. اللهم اشهد، ما سمعت بسماحة مثلها. فهذا يهوذا، وهو أحب تلاميذ المسيح عليه السلام إليه، باعه بثلاثين من الفضة. وخذ من نوح مثلا، فقد ابتلي بابنه، ويعقوب ابتلي بأبنائه وبكى حتى عمي حزنا على ولده النبي يوسف. ولا تذهب بعيدا يا ابن أخي، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل عليه وآله، وقد رمي بأشنع من هذا وامتحن بأقصى من ذلك، ولنا في رسول الله أسوة. مهلا مهلا يا شيخ علي، هذا كبير على الله، فمتى جرى؟ جرى في مكة والمدينة، فهذا أبو سفيان بن حرب يدعوه ابن أبي كبشة. يا ويله من الموقف العظيم. الإسلام يجب ما قبله، ما لم يكن نفاقا. لن أجادل في هذا، وفي المدينة؟ أذوه بزوجته مريا القبطية أم ولده إبراهيم، ورموها بخادم جاء معها من مصر يوم أرسلها المقوقس هدية لرسول الله مع أختها سيرين وخادم يدعى جريج. فلما ولد إبراهيم ابن رسول الله قالوا إنه ابن جريج، ولم يكتفوا بذلك حتى كشفوا عنه، فإذا هو أجب لا يأتي النساء، فهل ثمة أقصى من هذا؟ هذا أمر عظيم والله، وهو والله لا يطاق ولا يحتمل. ما من نبي أو وصي إلا وامتحن بما لا تحتمله الجبال. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وعرضنا الأمانة على الجبال فرفضت إلا ابن آدم. صدق الله العظيم. ولا أقول لآل بيت رسول الله وأوصيائه إلا ما قاله لآل ياسر، وهم يعذبون ويشهدون: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. أردت الخلوة بي؟ وأرجو يا مولاي ألا يطلع أحد من البشر على ما سأقوله لك. قل وسأرى رأيي. مولاي، أتظن أن عبد الله المأمون اختارك وليا برغبة منه؟ هذا ما كتبته في رسالتك التي كتبتها بإزماع منه كما أسلفت. صدقت يا مولاي، لكنه فعلها مكرها. ومن أكرهه وهو الحاكم بأمره، وأنا في المدينة المنورة بين أهلي وصحبي، ما طلبت إمرة ولا صلة ولا سلطانا، ولا خرجت عليه، ولا دعوت لنفسي، وما سللت سيفا أو اعتليت منبرا. أنا أكرهته يا سيدي. لما يا ابن سهل؟ وأنت وزيره وهو أميرك، فكيف لك أن تأمر؟ ليس له من الأمر شيء، فالجند جندي والقادة لي، وأنا من اخترت عماله وجباته وحجابه وحرسه، وإن انتزاعها منه أهون علي من انتزاع ورقة من كتاب. هكذا يا ابن سهل، قل ولا تخفي شيئا، ولعلك أنت من دبر قتل هرثمة بن أعين. بلى، فقد جاء ليشكوني ويعزلني معاضدا له، وأنا وأهل خراسان نريدها لكم أهل البيت، وقد جئت أطرح عليك قتله
كي تحل محله أميرا للمؤمنين كما يرغب أهل خراسان، وهذا جل أمانية يا مولاي. ماذا قلت يا مولاي؟ قلت اخرج من داري ولا تعد إليه أبدا. مولاي إنما أنا لا أسمعك. أنا والله مبتلى، لكنني لا أستطيع الإبقاء عليك يا ابن موسى. قتلت أخي من أجلها، والناس لا تعدل بك أحدا. ما ناظرك عالم إلا غلبته، وما سئلت مسألة وعجزت عنها. الكل يريدك خليفة، وأنا حتى أهلي لا يبايعون لي. أنا المأمون بن الرشيد، أنا المأمون الملك الداهية، أنا الذي لا أغضب ولا أهزم. ياسر، مولاي، إلي ببهزاد. سمعا وطاعة يا مولاي. بهزاد، يا أم محمد، أراك منذ زمن منقبضة الصدر، شاحبة حزينة، لا يفتر ثغرك عن ابتسامة. بلى والله إني منقبضة الصدر حزينة. إن شاء الله بعد شهر أو شهرين نمضي لزيارة أخي الإمام فتقرين عينا به. يا أختاه، إني لا أختار عليه، فهو زوجي وسيدي وأبو ولدي الحبيب ومولاي، بل نور دنياي كلها، وإني لأرجو شفاعته في الآخرة إن كنت أهلا لها. ما رأينا منك إلا الطيبة في جميع شؤونك، بارك الله بك يا أم محمد، فما الأمر؟ والله لا أدري بالضبط، ولكنني اعذريني، أشعر بخوف وقلق عميقين على أبي محمد، وتنتابني حيرة عن الأسباب ولا أجد لها تفسيرا. هداك الله وغفر لك، إنه الشوق بعد طول الغياب، وهل في الدنيا مثله؟ هيا لنخرج قليلا إلى واحة النخيل، فقد أصبح الجو في هذه الأيام لطيفا وخف القيظ. هيا يرحمك الله. هكذا إذن يا سيدي؟ نعم، كما حدثتك، لقد قتلت هرثمة ابن أعين وكنت ظالما له، فما خرج عنك ولا نزع طاعتك، وإنما جاء يبسط أمامك ما دبره الفضل وأخوه الحسن وما فعلوا بالعراق حتى انفتق عليك. لكنهم أخبروني أن المنصور بن المهدي أمير على بغداد لضبط أمورها، ما نقض بيعة ولا دعا لنفسه. لقد بايع أهلك لإبراهيم بن المهدي ورفضوا بيعتك، ويقولون إن توليتك إياي ولاية عهدك تمت بتدبير الفضل بن سهل، وإنك مسحور أو مرغم أو مجنون. جزاك الله خيرا يا أبا الحسن. أنت تعلم أن هذا الأمر لا يعنيني بقليل أو كثير، فقد كنت في المدينة أجوب طرقاتها على بعيري وبين أهلي، والناس تجلني، وكتبي تذهب في المشرق والمغرب، وشيعتي ووكلائي لا يعدلون بي أحد ولا يردون لي أمر، وما زادتني ولاية العهد في ولاء من يواليني. إني والله يا سيدي أعرف جلالة قدرك
وأدرك أنه ما بقي في بني هاشم من يعدلك، ولهذا اخترتك. وقد جاءني ابن سهل يبسط لي أمرا خطيرا، عسى ألا يكون بتدبيركما. تبادلني دائما بما أكره يا أبا الحسن، لما؟ إذا وعظ الحاكم الفرد احتسبها تطاولا. لا يا عبد الله، إنما وزيرك ابن سهل عرض علي أن أمالئه على قتلك والحلول محلك، وأنت تعلم أن ملكك لا يساوي عندي جناح بعوضة، وآمل أن لا يكون هذا الأمر بتدبير ليل. هنيئا لكم ملككم، إنه لا يعنيني. السلام على مولاي أمير المؤمنين. دعنا لوحدنا يا ياسر، ولا تدع أحدا يدخل علينا. أمر مولاي. أخلوا القاعة. هلم إلي. قتلت أخي الأمين يا بهزاد؟ ما أنا إلا تابع يا مولاي. من أمرك بذلك؟ مولاي، ما عملت إلا طاعتك. من أمرك بذلك؟ مولاي، من أمرني قال لي بأنه أمر الخليفة. أنت كاذب. أين الخنجر الذي ذبحته بحده؟ عدته لصاحبي يا سيدي. الفضل بن سهل؟ صدقت يا مولاي. قال لك أن رأسه برأس جدك أبي مسلم ورأس يحيى، رأس برأسين، وما أظنكما إلا تبغيان رأسا ثانية لتعدلا بها رأس القتيلين الجليلين. مولاي ارحمني يا مولاي. ولما لم ترحم أخي؟ والله إني لمستحق، فافعل بي ما شئت. متى أمرك بقتلي وأين وكيف؟ مولاي، الصدق منجات، وأعرف أنك وراء المكيدة لهرتم بأمر من ابن السهل. قل وإلا قتلتك. والله قلت حقا، وأنت الحكم يا مولاي، ولعلك إن تركتني لأنفعك. تنفعني بماذا؟ والله لو أمرتني بذبح نفسي لفعلت. خذ. لا تفعل. بل تفعل ما أمرك به، وتكون عندي من خواص خواصي، وأكون لك كما كان جدي أبو جعفر لجدك. أمر مولاي أن تمرني وسترى ما يرضيك. من يتآمر مع الخليفة لا يتآمر مع سواه. أنا الذي يحيي ويميت في هذه الدولة.
أين نحن الآن يا ذا الرياستين؟ على بعد مرحلتين من طوس. طوس حيث دفن والدي هارون الرشيد رحمه الله يا مولاي. إيه، هي الدنيا لا تبقي على أحد ملكا كان أو عامة، ولا من يعتبر. هل قرأت رسالة المأمون للعباسيين؟ سمعت بها، فاكتموها عن العامة. اسمع يا عمّا، فليس منكم إلا لاعب بنفسه، مأفون في عقله وتدبيره، إما مغن أو ضارب دف أو زمار. لما تبتسم يا مولاي؟ من حماقة هذا الرجل. أي رجل قصدت يا مولاي؟ عبد الله بن هارون الرشيد. لما يا مولاي؟ ستعرف بعد ساعة يا أبا الصلت. دعاك إلى الحمام وألح عليك فرفضت، مع أن بدنك بحاجة إلى الحمام. هل طوس بعيدة من هنا؟ لا يا مولاي. أستحم هناك. مولاي، يحيى بن أكثم يطلب أن يدخل إليك. صب لي كأسا ولا تدع أحدا يدخل إلي إلا لأمر جلل لا يؤجل. أمر مولاي. الله، الماء الساخن والغار المطيب والصابون بعد هذا العناء. ويحكم، أنا الفضل بن سهل، أنا ذو الرياستين. من أمركم؟ Thank you.
اللهم صل على أهل البيت تي في, the holy household for every household.